انت شلون هناك وياهم. هسه اذا مراشد. هسه من خلال هاي الحلقه احنا عندنا ارقام تليفونات راح تكون موجوده اسفل الشاشه. هسه اذا شخص شاف الحلقه شاف ابو فراس وتبرع لك بمفتاح مال بيت ايش راح تسوي؟ كلهم تلمهم؟ طبعا كلهم اجيب بناتي اجيب بناتك واجيب ابني هنا واخليه شلون تلتموا البيت واحد. والله يا ريت يعني مو يا ريت هاي يعني امنيتك توني انت هسه انت بدون ما احكي اني بدون ما يعني على اشوف انت اللي عن الصوره أمامك. الصوره هي تحكي كلها يعني بدون ما انطق انا او احكي تباوع علي وانت جيت صدفه صح انا ما ادري احنا مختار المنطقه بلغنا صار اسبوع جيت صدفه وطبيت وشفته هذا لا تقول شايل سقفاني ولا تقول شايل اعرف وباوع شفت هاي اجاني واحد الثاني هاي قال لي بلكي تسويهن لك سقف وتجيب لك شادر اسوي على شادر شويه عشان لان شتى شويه الهواء على مداوى انا حتى صوبه ما عندي ما عندك حتى صار لا والله ما عندي صار حتى جيزر ما عندي ما عندك ابو مولد عنده جيزر وروح يمه خطيه روح يمه هذا بصفنا هو خوش ولد يعني هاي بالشتاء انت ما تقدر تسبح ما اقدر اروح يم هذا الولد كلش قيت روح يمه كل اسبوع مرتين كل اسبوع مرتين تسبح بالشتاء اي اسبح لان سخان ما عنده ما عندي بس بالصيف لا هنا بالصيف هنا تسبح صيف عادي انت قدامكم تصوروا شو الصيف عادي بس بالشتاء الشتاء صعبه ما تقدر لان المي حار أيه. بعدين حتى لو احمي المي حار هم بارده هم بارده الجو بارد جو بارد اي شو اسوي اروح يم هذا حمام عنده شويه دافي أيه. اسبح بامه وقتيه هو يخليك يعني تسبح لا هو ويجرني بارك الله بيه أيوة شنو اسمه هذا؟ سجاد هذا الولد سجاد ابو المولد سجاد ابو المولد مشكور ايوه ورحم الله والديك وابوه والله يسر عليه وهاي مضع يم الله وما ياخذ من عندي يعني نص المبلغ ياخذ مال المولد انت ساحب هنا ساحب اي ساحب بس شو ما عندك حتى بنك ما عندك كل من ساحب ما عندي بنك ولا عندي بس على مود الضوء خطيه ياخذ نص المبلغ ما ياخذ المبلغ كامل يعني كم من بير ساحب؟ ساحب من عنده ثلاثه ثلاثه ايش قد تنطي بالشهر؟ يعني يصير تقريبا انه هي حسب هاي 30 مثلا 10 امبير هذا ويشوف حالتي نوبات ياخذ 15 لو بياخذ 10 مني خلف الله عليك سجاد وهاي ما تضيع يم الله ابوه هم خطيه خوش ادمي هو خوش ادمي عيونك